الثالث من هذه البطولة، وبعد مباراة الافتتاح التي جمعت أكاديمية الوفا إلى جانب أكاديمية الدخيل 2-2. أوهو روعة 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 روعة، برشا الشطبة تصويبة غاية في الجمال، هذه اللي يقولون عنها أحلى من جول. هارة المحنكة ولاعبين الصغار في السن والذين لديهم الكثير من الإمكانيات، آدم المشاكس من يضبط هذا اللقاء تحكيميا، بينما أجدد التحية. لكن شف شف اللقطة، الله الله على الكرة الماضية، مرت بهذا الشكل، عبرت الكرة وتحولت أخيرا إلى ركلة مرمى لصالح برشا الشطبة. الجيد والتنظيم الرائع من لاعبين الأولمبي، إبعاد الكرة، تعود المحاولة، انطلاقة أمامية، الانتظار لعرضية، بالفعل حضرت العرضية، لكن الدور الدفاعي والتأمين الجيد أيضا يحضر من عبدالله محمد. إبرة في متابعة، شوف المرور والتمرير، الانتظار، لمسة باتجاه فيصل حسين، تبعد وتعود بعد ذلك، التدخل والتأمين الدفاعي، سيطرة وتقدم، ثم تمريرة باتجاه حمد استلم، حمد عدب، حمد مرر الكرة إلى الأمام، نواف الشهري، نواف بينية، هذه كرة جول 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 جول. الله، هي واضحة وصريحة وملامحها ملامح جول يا تركي لبلادي، يصل إلى مرمى برشا الشطبة الأولمبي، أبناء جدة ينجحون في مهمة التسجيل، يصلون إلى أول أهداف المواجهة، 1-0. يا سلام يا سلام يا سلام الأولمبي، خلص الكلام خلص الكلام، بعد التنظيم الدفاعي الجيد، مرتدة غاية في الجمال، أبناء جدة يصلون إلى مرمى فريق إلى مرمى فريق برشا الشطبة، الفريق الطائفي اللي أهدر عدد من الكرات، ثم الآن يستقبل هدفا صالح الأولمبي. الأولمبي والكونترا تاك، البحث عن الارتداد، عرضية عرضية، يا سلام، تغطية وإبعاد، الكرة تصل من جديد، متابعة، قوة كبيرة في الشوط الأول. برافو 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 لجميع اللاعبين. يوم بعد نهاية موقعة بلانكوس والإف 6 بالتعادل الإيجابي 1-1، ثم الآن شوط أول قريب من أن ينتهي أيها الأحبة، بنتيجة 1-0 الأولمبي من جدة على حساب برشا الشطبة من الطائف. وصلت الكرة، الخطورة كبيرة، لقطة ختام، لقطة ختام وتعظيم سلام، وبما أن صافرة النهاية لم تطلق، هذا يعني أن المباراة لم تنتهي بعد، وإن كان في شوطها الأول نصف دقيقة، برشا الشطبة يعودون في نصف دقيقة أخيرة يعدلون النتيجة 1-1. يا سلام، سلم سلام سلم سلام سلم سلام، الله على مباراة قد نشاهد في شوطها الثاني من التحدي، من الإثارة، من الجدية، من الندية، من الروح القتالية، الشيء الكثير الذي يكون بمثابة هدية للحضور، وهدية لمن يشاهدون، وهدية لمن يستمتعون ويعشقون الاستمتاع بلعبة كرة القدم الجميلة، اللعبة التي استحقت أن تكون هي اللعبة الجميلة. شوط أول جميل للغاية، 1-1، أعتقد من وجهة نظر شخصية أن هذه النتيجة منطقية وعادلة بين الفريقين، تعادل عادل في شوط أول، هذا كل ما كان في دين. عودة مجددا وإياكم مع انطلاقة شوط اللقاء الثاني لمواجهة أكاديمية الأولمبي من جدة في مواجهة برشا الشطبة من الطائف، بعد نهاية شوط أول كان غاية في الجمال، انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1. تقدم أولا فريق الأولمبي على حساب برشا الشطبة بهدف. هل الحديث عن هذا الأمر سيكون بشكل فيه إسهاب كبير، لكن مع مجريات هذا الشوط الثاني سأوضح العديد من النقاط. مرت الكرة، نشاهد الآن الرأسية، يا سلام، تغطية وإبعاد بعد ذلك للكرة اللي تتحول إلى زاوية من جديد، الأولمبي يضغط في مكان، يا سلام، تمريرة حاضرة، مازن عرضية، وين كروس جميل، فيصل حسين تتهيأ، جول، كورة جول، الله استلمها صح
واللمسة الأخيرة لم تكن هي اللمسة المثيرة ولم تكن هي لمسة الجول. مع الكرة بالشكل السليم حتما ستكون الاستفادة حاضرة، لكن نشاهد ننتظر نتابع اللعبة القادمة. تركي لبلادي على تنفيذ، عالية بعيدة اعتلت العارضة وتحولت بعد ذلك الكرة إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لصالح أكاديمية برشا الشطبة. من حارس مرمى برشا الشطبة سيطرة رائعة وإرسال الكرة إلى الأمام بالرأس، تتحول في مكان، هذه خطرة جول، هذه كرة جول، الله يا سلام يا سلام، سامي الزهراني ينجح في الحفاظ على مرمى فريقه ويعطي الأمان الكبير لزملائه بعد تصديه للعديد من الكرات والعديد من اللعبات، وتطبيق كذلك هدف هذه البطولة وتحويلها إلى أرض الواقع بصورة واضحة وجلية. مرت الكرة إلى الأمام، شكرا لجميع الأكاديميات على التعاون وعلى قبول الدعوة للمشاركة في هذا المونديال، وبالتوفيق لكم جميعا وبحول الله وقوته نستمتع بهذا المونديال بكل تفاصيله في كل مبارياته في كل لحظاته. مر إلى خط النهاية ولا تجتاز، هذا موقف غريب أن تصل إلى خط النهاية يا الأولمبي وأن تصل إلى خط النهاية يا مرشا الشطبة ولا تجتاز، هذا موقف غريب، من ينجح في إبعاد الغرابة؟ من ينجح في تحويل الاستغراب إلى خيال؟ شاهد الآن كورة بتتلعب، يا سلام انتهت الحكاية، لا يوجد من اجتاز خط النهاية بل كلهم اجتازوه معا إلى البر الأمان. نقطة لكل فريق ونقطة لديك أنت يا أبو عمر يا عروسي. انتهت 1-1.